خير؟ مش فيك؟ هنا في سياطين، هنا في سياطين. ليش؟ محمد ضرب اختي. محمد ولد عمك؟ ايه؟ ضرب اختك؟ ضرب اختي وزتني ديما، قالت تكفى يا ماما. وحق ديما اليوم بيزع، حق ديما بيزع اذا ما رجعنا ما كل ماهر. طيب ومحمد ما يدري انه 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 ديما عندها 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 نادي ورا ديما مين؟ بزاز. طيب ديما ليش ليش جتك انت؟ ليش ما راحت الناصر الكبير؟ والله هي صدفه جتني. صدفه من الله. صدفه صدفه من الله. الله قالها هذا. روح الماهر. إيه؟ طيب انت ليه راح راحت لي؟ ما تحس انها استعجلت شوي؟ اي والله استعجلت هي. تفكير كذا شوي. لو فكرت تروح لمين؟ تروح الناصر. ايش بتسوي؟ خلاص علم ما نتصرف، ما في شيء. لازم تتصرف. ما في شيء، عيب التصرف. وش التصرف؟ يا انت ترجع لي. يا ما في تصرف. طيب انت الحين اختك تحتريك. هو فوق. طيب عندي نطلع. تحتريها الحين؟ اي احتريها. بس محمد توقع انك قوي ولا لا؟ قدام عيال مسوي نفسه ضعيف وكذا. بلا قدام البنات مسوي قوي. قوي ما ينفع كذا. طيب ما ينفع. طيب الحين انت ايش بتسوي؟ ايش التصرف اللي تبي تسويه؟ تصرف يا انت زعل يا روح المشكله.